طيب نروح للأستاذة ندى. أستاذة ندى، أستاذة ندى، مع حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. أولا بحيي حضرتك جدا على موضوع الحلقة ده، لأن هو فعلا موضوع مهم جدا جدا. يعني أنا مش عارفة، المفروض تكون في زي جهة مثلا الناس تتصل عليها أو توعيهم، زي ما حضرتك قلت، يعني تفضلت وقلت، لأن للأسف معظم الشباب دلوقتي بيتجوزوا هو فاكر خلاص ان هو اتجوز، عايز يجي يلاقي الأكل، يخش ينام، ملوش دعوة بمراته، ما يتكلمش معاها في حاجة، المشاكل حضرتك تفضلت واتكلمت فيها. فأنا متجوزة بقالي 8 سنين. طيب في خلال ال8 سنين دول جوزي سافر ورجع وجينا ومعانا طفلين. في الحقيقة ان هو ما بيشاركش في اي حاجة خالص، مش عايز يتكلم في اي حاجة خالص، لما بتحصل مشكلة ما بيتكلمش طبعا نهائي فيها. طب طول ما احنا كويسين، طول ما احنا ما بنتكلمش، طب ليه ما بيحصلش كلام؟ لا، الموبايلات طبعا دخلت، يعني خربت حياة ناس كتير. طول الوقت الناس قاعدة ماسكة الموبايل، في الحمام داخلين ماسكين الموبايل، في كل وقت داخلين ماسكين الموبايل. طب انا احل المشكلة ازاي؟ طب تعالى نتوجه ان احنا ندخل حد ما بيننا. لا، مش عايز ادخل حد ما بيننا. يعني سؤالك ايه يا استاذه ندى، واساعدك ازاي؟ سؤالي من ضمن الاسئله، معلش هو برضو سؤال محرج، انا اسفه شويه. يعني اتفضل. ان انا زوجي فضل اكتر من 2 سنين بينام في غرفه لوحده، طب ماسك الموبايل، طب ازاي؟ طب نحل؟ طب ما اعرفش ايه. يعني انا اسفه، معلش، حتى العلاقه الحميميه مفيش، كل كام شهر مره. طيب. كل شهر مره. طيب انا اقول لك حاجه، لو كان ده سؤال حضرتك. بص يا استاذ الندى، احنا في حاجه اسمها اعباء الغربه. انا ما بحبش خالص ان، وده هيظهر كتير، وانا اقول الكلام ده بكل جرأة، انا دي صنعتي يا ناس، دي شغلتي. انا عايز اقول لكم ان في حاجه، نتائج الغربه هتكتر كتير على الناس. بالله عليكم، اللي ناوي يتغرب ياخد اهله معاه، ما تسيبوش اهلكم. اللي اتغرب ياخد مراته معاه. انتوا فاكرين ان الغربه بس بتخلي الناس تحس ما بيشاركهاش في الحياه؟ لا، اللي بيترك في الغربه بيتقسم نصين. انا بكلمكم، دي شغلتي. الزوجه لما بتتساب بتتقسم. الزوجه مش بس ام العيال، الزوجه مش مديره منزل، الزوجة إنسان. ومش لما أقولك إنسان تفهم إن هي أنثى محتاجة علاقة خاصة بس. بالمناسبة، العلاقة الخاصة عند الست ليها معنى غير العلاقة الخاصة عند الراجل. العلاقة الخاصة عند الست معناها الاحتواء، تحس إن هي امرأة كاملة. ودوت مش مبالغة، ده أنا بوصفه للحال. ومش معنى كده إن هي ما بتبقاش سعيدة، بتبقى سعيدة، بس بتبقى سعيدة من مدخل تاني. فلما الناس بتتساب هي بتحس ان هي مش امرأة. ليه مش امرأة؟ ما بتاكل وبتلبس وبتتشيك وبنجيب لها فلوس وبندي لها كذا. ويزاد بقى المسألة ان هي المرأة بتحب الكلام، لان المرأة تبحث في الكلام عن الامان. الرجالة ما يفهموش كده، لازم الرجالة يفهموا كده، ان هي مش بتتكلم عشان ترغي. وإذا هي ابتدت ترغي يبقى هي لغاية دلوقتي ما لقتش الأمان اللي عايزاه في الكلام. واحد يقول لي يعني أنا أقول لها اللي هي عايزاه؟ لا، قول لها اللي يأمنها. هي بتحب إن الراجل يبقى برضه شخصية، يبقى جذاب، يبقى ليه رأي، بس فكر وأنت بتتكلم معاها. ما ترميش الكلام كأنك زهقان، ترمي لها الكلام في وشها، ما هي بني آدم. نصيحتي لسيدة ندى، لا تكرروا مسألة الغربة دي مرة تانية. ونصيحتي لحضرتكم اللي انتوا لازم تتكلموا مع بعض كتير. طب ونصيحتي الأساسية، لازم نصر على ان احنا، لان واضح ان الوضع محتاج تدخل متخصصين زي ما قلنا في الحلقة. لازم يتدخل هنا متخصصين، لان هم اللي هيقدروا يحلوا هذا التعقيد وهذه الخشونة. لما بيحصل في بعض الأحيان بعض المتاعب في المفاصل،
لازم يتدخل الدكتور ويهذب الغضروف، في غضروف كده، في عمليه لازم تحصل عشان ما الناس تقدر تمشي، الحياه تقدر يقدر الانسان يمشي بطريقه طبيعيه. حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال انما شفاء العي السؤال. لو بتساليني نعمل ايه، احنا محتاجين متخصص، كل ما تتكلم معاه كل ما يحصل مشاكل، يبقى الحل هو ايه؟ يدخل متخصص عشان يرجع المسائل الى طبيعتها، وخاصه هو هيحتاج يعمل حاجه بنسميها التعديل المعرفي السلوكي، لازم في مفهوم هيتغير عشان يتاثر في تعديل سلوكنا. نعم.